السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. بالنسبه للناس اللي كانوا يسولونا على لي ستابيليزاتور، دخلوا واحد دو لي ستابيليزاتور اقترحهم عليكم. هاد اول حاجه الفيوتك الا 1000، هاد الباك هو الكومبو ديال الفيوتك الا 1000. تشوفوا الباك ديال الكومبو ديال الفيوتك كي داير. بالنسبه للفيوتك كتجي هادي لافاليز ديالها، لافاليز ديالها راه احسن بزاف ديال لي فاليز تبعوني. كيف ما كتشوفوا لافاليز ديالها كاليتي خدومه. هاد الفيوتك الباك ديالها شنو؟ هادي ستابيليزاتور كتستابيليزي الكاميرا ديالك باش كتخليك انك تاخذ دي موفمون واعرين وتاخذ دي سلو موشن، داكشي كاليتي مزيانه وكيكون الموفمون مزيان ماشي بحال ديال اللي كتستابيليزي مزيان. هادي الباك ديالها فيه دو باتري، كتخدم هي بجوج ديال لي باتري. اما هاد الباك راه فيه اربعه، فيه اليد، هاد اليد الكبيره كيف ما كتشوفوا راه كتشد من جوج يدين، كتخليك انك تستابيليزي في خاطرك، ما كتبقاش عاطي البوان غير اليد وحده. هذا هو الباك كومبو كيكونوا فيه جوج ديال اليدين. رجعوا هذه البلاصه، هذا هو التريبي ديالك راه كيجبد لكم تما. بالنسبه لهاد هاد الستابيليزاتور، هذا الشارجور ديالها كيشارجي لي بيت ديالها. لي كابل كاع لي كابل ديالها راه كتلقاوه معها. هادي اليد لا بغيتي كان عندك مثلا لي سباسير صغار بغيتي تستابيليزي، بغيتي تشدها غير من يد وحده، هادي هي اليد ديالها كيف ما كتشوفوا. هادي كتشدها هكا كتركب هنايا، هذا هو الجيمبل برينسيبال. هاد اليد ديال جوج، هادي اليد ديال وحده. هاد الباك اللي هو الباك الكومبو داير له فيه ثمن مزيان، باك كومبو تاخذه ب 2900 درهم. 2900 درهم بهاد لافاليز ديالو. الباركه ديال الفيوتك راه غنيه عن التعريف، من لي كامبل اللي معروفين في السوق وكيديروا اثمنه مناسبه، كيعطوك الباك عامر مزيان. هذا المانيال ديالها بالنسبه للناس اللي كيبغوا يقراو شويه في المانيال. هذا المانيال ديالها دي راه ما مستعملاش بزاف لي ديالها، وكتخدم لا غارونتي ديالها كيف ما كتشوفوا. هذا المانيال ديالها. وندوزو للستابيليزاتور الثانيه اللي وهي رونين الاس سي. رونين الناس كيبغوا رونين راه تقريبا لي مارك الاولين في السوق. لا فاليز ديالك تحل هكا. هاد الرونين كتجي مع لي كابل ديالها كاملين، كاع لي زادابتور، اي حاجه بغيتيها غتلقاها، كاع لي زادابتور غتلقاهم مع هاد الكاميرا. تلقى لي كابل ديالها، كابل كاملين، تريبي ديالها ستابيليزاتور برينسيبال، لا باتري، او ميم طون البرا اللي كتشد منها ستابيليزاتور ديالك. هادي سيبورا ديال التليفون باش انك تلصق التليفون في الجنب. تلصق التليفون في الجنب. هادي ديال الروني. هاد الروني راه فيها دو باك، فيها كومبو اللي كيكون زايد فيه الفولو فوكيس. هذا ما فيهش فولو فوكيس هاد الباك اللي عندنا. هادي سوميل ديال الكاميرا، بزاف اللي كتلف ليهم، حاولوا تسقوا تحافظوا على هاد القضية الخوت. ستابيليزاتور فحال جديد، هانتوما كتشوفوا ستابيليزاتور كي داير. ستابيليزاتور فحال جديد في ليطا ديالو، ما خدامش تقريبا كاع. شوفوا كي داير ستابيليزاتور. هاد الرونين الاس سي غنديروا له الثمن ديال 3900 درهم، ثمن مزيان. هادو راه ديسبونيبل هاد كاميرا لانس، اللي بغا شي حاجة يتواصل معنا، كاين ديسبونيبل ستابيليزاتور. الناس اللي كانوا وصاونا نخلي لكم النمره ديالي، ديما تنخليها لتحت اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا ويدوز عندنا. هادشي كان في هاد لا فيديو. السلام عليكم. الناس اللي بغاو لي زاباغاي يتواصلوا معنا.